تكريت من المدن العراقيه المغوله القدم حقيقه، يعني حسب المستكشفات الاثاريه التي بحثت في تاريخ المدينه تؤكد ان هذه المدينه يعود عمرها الى 3000 سنه قبل الميلاد، حيث ذكرت في الحوليات في زمن الملك الاشوري تيكلي نينورتا باسم تكريتو وتكريتاين وتكريتا حسب ما ذكرت في الرقم الأشورية التي تم العثور عليها. أما فيما يخص التسمية فهنالك عدة أسباب قدمها الباحثون تعرف يعني معنى اسم تكريت ومن أين أتى أصل هذه الكلمة. بعضهم عزاها إلى أنها جاءت من اسم التسمية اللاتينية لنهر دجلة اللي هو تايغرس، والبعض قال ان هذه كما ذكرت في الرقم الاشوريه باسم تجر نانايا او تجر ايتو، وتعني مدينه الثغر لانها كانت منطقه التقاء بين الدوله الاشوريه والدوله البابليه. وهنالك روايات اخرى تعتبر من باب الاساطير تشير الى ان اصل التسميه يعود الى يعني اميره اسمها تكريت بنت وائل عشقها أحد ملوك الفرس وبنى لها قلعة في هذا المكان وسميت على اسمها. ولكن أنا أرشح ما ذكر في الروايات الآشورية عن أن اسمها يعود إلى أنها مدينة الثغر كما ذكرها بطليموس ذكرها في أطلسه باسم بيرتو وبيرتا، هذه هي التسمية القديمة. أنا كما ذكرت يعني أحتفظ بأرشيف نادر ومهم عن مدينة تكريت، يعني يعني القسم الأكبر جمعته من يعني الفوتوغرافيين الذين كانوا قبلي يعني طبعا في السنوات القديمة بالتأكيد، ومن مراكز البحث العالمية ومن المستشرقين، والقسم الآخر أنا يعني صورته بنفسي يعني في سنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات وحتى الوقت المعاصر. طبعا أنا أعمد اليوم على يعني طباعة موسوعة مهمة جدا أسميتها الموسوعة الفوتوغرافية لمدينة تكريت بين القرن التاسع عشر والعشرين، تضم ما يقارب 250 صورة نادرة. طبعا هذه الصور الآن يعني واحدة من هذه الصور هذا المكان الذي بني فيه جسر تكريت، هذا مكان جسر تكريت الحالي، هذه يعني البيوت التي كانت مطلة على نهر دجلة. طبعا هذه الصور لم تكن يعني بالجودة التي تراها الآن، هذه الصور قديمة ممزقة عملت عليها يعني فترة طويلة في سبيل تنقيتها وتصحيحها وتصحيح الألوان، وقسم لونتها يعني. هذا طبعا منظر عام لمدينة تكريت يعني أواسط الستينات، هذه أيضا يعني البيوت التي كانت تقع على نهر دجلة، هذه العبارة التي كانت مستخدمة قبل الجسر، هاي يعني بعض أبناء المدينة خلينا نقول قريب من النهر، هذه أيضا البيوت كانت مطلة على 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 نهر دجلة محل قديم، هذه العبارة التي كانت تستخدم بنقل الأشخاص والبضائع من بين الضفتين يعني، هذه أيضا البيوت التي كانت مطلة على دجلة، هذه مراحل بناء جسر تكريت الحالي. طبعا هذا من أرشيف الأستاذ الفوتوغرافي الفنان فاضل السيد يوسف، هو طبعا وثق يعني مرحلة بناء الجسر بالتفصيل. البناء تم مباشرة به عام 79 وافتتح عام 72. هذه ايضا يعني منطقه يعني الشريعه في تكريت مرشبي ب69 وتم افتتاحها بال72 يعني 3 سنوات اربع سنوات تقريبا. هو من العجيب انه هو يعني افتتح في حكومه مختلفه عن الحكومه يعني التي افتتحته لاحقا، يعني يعني تغير النظام الحكم اقصد، يعني كان عبد السلام عارف وبعدين يعني حكومه عبد الحسن بكر نعم افتتح خيرات الطلفاح اللي كان محافظ بغداد افتتح الجسر. هذه الشطاط اللي كانت معروفه بتكريت، المناطق الساحليه للشاطئ التي كانت يعني تزرع بالخيار والبطيخ والى اخره. هذا فيضان حصل في مدينه تكريت، ما هاي المنطقه يسموها الزغاويه كانت منخفضه الان جسر اللي هي سوق المخضر الحالي هذا كان. فهذه كانت المياه تاتي متدفقه، الامطار قبل ما كانت تتلفت يعني امطار غزيره جدا، فيعني غرقت هذه المنطقه. يعني مدينه تكريت المعاصره يعني بدات، طبعا هذه المدينه يعني مرت بفترات زمنيه متقلبه، مره تصبح مدينه واسعه الارجاء
فسيحة الساحة غصة بالخلق كما ذكر ابن جبير. ومرات تنكمش يعني وتحيق بها مصائب الدهر فتصبح مدينة يعني صغيرة. شوارع المدينة أو أزقتها الضيقة التي يعني كانت موجودة عليه على الأقل يعني أواسط القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وما شهدته أنا وما سمعته من المجايلين يعني من كبار السن في المدينة، علاوة على أنني أحتفظ بإرشيف فوتوغرافي وسينمائي ضخم عن المدينة. يعني المدينة كانت شوارعها ضيقة، أزقة متلاصقة، بيوتها تكاد أن تنتقل من سطح إلى آخر مشيا على الأقدام. التوسع الذي حصل يعني في المدينة بدأ في بدايات الخمسينات من القرن الماضي. يعني فكرت الجهات الحكومية في ذاك الوقت، وبعد أن أصبحت المدينة طبعا تحولت من يعني ناحية تابعة إلى سامراء، أصبحت قضاء مستقلا عن سامراء. طبعا تاريخيا كانت سامراء وتكريت تتبع إلى بغداد، إلى محافظة بغداد، يعني سامراء قضاء يتبع لبغداد وتكريت ناحية تتبع لسامراء. في الخمسينات من القرن الماضي تحولت الصفة أو تبدلت الصفة الإدارية للمدينة من ناحية إلى قضاء بجهود يعني أحد أبناء تكريت الذي كان رئيسا لمجلس الأعيان في ذاك الوقت، اللي هو مولود مخلص باشا، وهو أحد السياسيين العراقيين القدامى الذين يعني ساهموا في بناء الدولة العراقية، وهو أيضا بطل عربي يعني مش معروف ببطل ثورة موسى، وأطلق عليه لقب المخلص اعتزازا من العائلة المالكة التي حكمت العراق لإخلاصه له. شارع الباشا يعتبر أحد أطول الشوارع اللي موجود في المدينة، والذي ينطلق يعني من تقاطع جسر تكريت الحالي إلى الشارع العام باتجاه بلدية تكريت وباتجاه القادسية. طبعا هذا الشارع تم إنشاؤه في أواسط الستينات، وسمي يعني سمي شارع الباشا تقديرا وتثمينا للشخصية العراقية التكريتية الذي كان رئيس مجلس الأعيان، اللي هو مولود مخلص باشا، الذي كان أيضا يعني بيته في نفس الشارع، وأيضا لاحقا تم بناء جامع الباشا الذي يضم ضريح المغفور له مولود مخلص، ولذلك أطلق عليه شارع الباشا. شارع جميل، لماذا أطلق على شارع جميل؟ قبل ما أطلق شارع جميل، شنو الأحداث اللي صارت بشارع الباشا؟ أحداث مكتوب عنها تذكر؟ طبعا شارع الباشا يعني هو يعني خلينا نقول العصب الحضري والآثري الذي يعني يحكي عراقة هذه المدينة، يعني على الأقل في بدايات يعني الأربعينات والخمسينات من هذا القرن. طبعا في هذا الشارع كان ملتقى لكثير من أهالي المدينة. السبب أن هذا الشارع كما ذكرت يعني كانت نقطة الانطلاق، هو يعني المنطقة الواقعة الآن تحت جسر تكريت، التقاطع كانت هنالك نادي الموظفين، وكانت هنالك مقاهي المدينة مثل مقهى الحاج شوبان أو مقهى الحاج غناوي في السوق الجديد كما يسمى. هذه طبعا المنطقة هي كانت منطقة الداون تاون يعني للمدينة، والتي شهدت أحداث كثيرة، يعني منها مثلا ما شهدته المدينة من تظاهرات، تحركات يعني باتجاهات القومية والحزبية وإلى آخره. يعني كانت هذه يعني خلينا نقول نقطة تجمع لأهالي المدينة. يعني أيضا تسميات يعني أو أحداث أخرى شهدتها المدينة طبعا كثيرة يعني يذكرها التاريخ، تتعلق بالجانب السياسي على الأغلب. هنالك أيضا يعني في هذا المكان شارع الباشا يوجد قبر جد القائد صلاح الدين الأيوبي، جد القائد صلاح الدين الأيوبي، طبعا هو لم يعد له أثر الآن، ولكنه كان موجود في هذا المكان. هنالك أيضا يعني قبر لأحد الـ يعني الـ رجال الدين أو التابعين
المقدسين عند أهالي المدينة اسمه الحبحاب، ويقال أنه كان واليا وكان قاضيا، يسميه الأهالي الهبهاب. طبعا هذا يعني كان هنالك يعني بناء رمزي، كان الأهالي يضعون الشموع والنذور إليه، والآن أصبح داخل سياج المواقع الرئاسية. فشارع الباشا هو حقيقة قلب المدينة وهو عصبها، مع العلم أن يعني التشكيلة السكانية الآن اللي موجودة في الشارع يعني اختفى منها أغلب أهالي تكريت، الآن يسكنوها يعني خليط غير متجانس ويسمى حي الخضراء. طيب نروح على شارع عجمي باختصار، لماذا سميت بشارع عجمي؟ شارع جميل طبعا هي تسمية حديثة أطلقت على أحد يعني أبناء تكريت الوافدين من هو بالأصل تكريتي، يعني كان يسكن الكوت محافظة واسط، والحاج جميل أبو خالد، وطبعا هو شخص محترم وشخص حقيقة ذو نفوذ، وهو أول من استوطن أو سكن في هذا الشارع. طبعا هذا الشارع كان يعني بعيد عن مركز المدينة قياسا، يعني في السبعينات كانت هذه المنطقة خالية، منطقة جزيرة يعني، فهو أول من سكن هناك وأنشأ يعني محلات تجارية فسمي الشارع. كانت الناس تقول في أي مكان يقولون عند بيت جميل، بشارع بيت جميل، فأصبح شارع بيت جميل، وهو الآن يعني أصبح شارع يعني أيضا تجاري معروف. الشوارع المعروفة في تكريت يعني أهم الشوارع الأربعين، شارع الأربعين شارع حديث أنشئ في أواسط الثمانينات من القرن الماضي. طبعا كان هنالك تخطيط حضري للمدينة اعتمد يعني لانفتاح المدينة باتجاه الغرب، فتم إنشاء هذا الشارع، وأنا كنت شاهدا يعني على يعني إنشاء هذا الشارع. طبعا سبقته إنشاء مشروع للمياه الثقيلة نفذته شركة باكستانية، ومن ثم تم تبليط الشارع. طبعا الشارع لم يكن على ما هو عليه الآن، كان شبه خالي قليل الحركة. هذا الشارع يمتد يعني من تقاطع الشارع المؤدي إلى المحافظة باتجاه شارع الاحتفالات. أيضا شارع الاحتفالات لماذا سمي بشارع الاحتفالات؟ كان هنالك في هذا الشارع يعني في الزمن الماضي خلال السنوات الثمانينات والتسعينات والألفينات كانت هنالك يعني منصة لإقامة الاحتفالات الجماهيرية الوطنية، فسمي بشارع الاحتفالات،